رئيس التحرير أحمد الهواري اللي كل حلقة هيستضيف نجم في لقاء خاص. تعالوا نشوف مين نجم الأسبوع ده. مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار. ضيف النهاردة واحد من أهم الناس في الوسط الفني، هو بيحمل رتبتين نقيب وعميد، نقيب الممثلين وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية. ضيف النهاردة الدكتور أشرف زكي، تعالوا نروح. منور أكاديمية الفنون معهد الفنون المسرحية. حضرتك اللي منور معانا على قناة النهار في وشوشة، ربنا يخليك. بتلاقي وقت الحاجات دي منين يا دكتور؟ بص، المعهد مش حكاية ان انا بشتغل استاذ في المعهد او دكتور في المعهد. المعهد ده عشقي، حياتي. المكان ده اسمه سلم المعهد. سلم المعهد ده كل نجوم مصر جم قعدوا على سلم المعهد. احنا زمان واحنا طلبه ده معهد الموسيقى العربيه اللي قدامنا. مثلا اضرب لك مثال، كان عمرو دياب يجي يقعد معانا ودفعتنا والجيل بتاعنا، ونقعد كلنا هنا ونحكي ونحلم، والاحلام كلها على سلم المعهد. درجه الطلبه والشباب هنا عاملين موقع اسمه على سلم المعهد. في رمضان بنتجمع كلنا هنا، لازم نعمل سحور على سلم المعهد. كل النجوم خريجين المعهد او حتى اللي هم كانوا دخلوا وما كملوش بيبقوا حريصين جدا يجوا، ونتسحر كلنا هنا على سلم المعهد. فالمعهد بالنسبه لي يعني حياتي، المعهد بالنسبه لي عشقي، المعهد بالنسبه لي الكيان اللي بجد فيه متنفسي، اللي بجد فيه الحب الحقيقي، الحب الصادق بيني وبين الطلبه او بيني وبين زمايلي الاساتذه والمؤدين والموظفين. طب ده المعهد. طب ونقيب الممثلين؟ بص، النقابه يعني انا فيها بقالي كتير قوي، يعني تعبت من عد السنوات، وانا مؤمن بالعمل العام، ومؤمن بان يعني طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله عبادا اختصاصهم بقضاء حوائج الناس. نتمنى ان احنا نكون من هؤلاء العباد. الخدمة العامة يعني حاجة في دمي، حاجة مش بإيدي، حاجة يعني ربنا أنعم عليا بحب الخدمة العامة، إن أنا ببقى حابب جدا أخدم زمايلي من وأنا طالب. أنا طالب في المعهد ده كنت رئيس اتحاد الطلبة، قعدت 3 سنين رئيس اتحاد الطلبة عشان أخدم زمايلي، وكنت بستمتع بده، وربنا اللي بيقدرني. التوفيق من عند ربنا، أنا ما بعملش حاجة من عندي، التوفيق كله من عند ربنا بس. وأشرف زكي الممثل، والله شوف، اتظلم كثيرا وسط المناصب الفتره اللي سبت فيها النقابه. الحمد لله انا يعني حصل تصالح مع اشرف زكي الممثل، اشتغلت كويس في ال4 سنوات دول، عملت اعمال مهمه، عملت ادوار مهمه، اتعرفت كويس بشكل كويس للناس حتى للوسط الفني، لان طبعا الاداره كانت يعني الفكره مش في قضيه وقت، الفكره في قضيه التفرغ الذهني، ان انت ابقى دماغك رايقه لانك تمثل. التمثيل ما بيحبش الشريك معاه، التمثيل بتعمل الدور لازم تستمتع وانت بتعمل الدور، لازم تبقى متفرغ وانت قاعد بتذاكر، وانت هتشوف هتمثله ازاي وابعاد الدور ايه وهتلبس ايه. بتجيب الوقت منين بقى يا دكتور؟ ما هو يعني ما هو دلوقتي انا من ساعه ما رجعت النقابه تاني انا بدات اعمالي تبقى مش بنفس الكثافه، قلت جدا. في الاخر يعني كلنا يعني ده قدر، واحنا يعني بنستسلم للقدر، لان خدمه الناس. حتى لما سبت النقابه انا لا ابخل اطلاقا على اي حد رفع السماعه عليا وطلب مني ان اعمل له اي حاجه، بالعكس يعني مش مرتبط ان انا في النقابه او مش في النقابه. انا لو سبت النقابه لا، دي حاجه مش بمزاج، طالما انت قادر على انك تساعد الاخرين دي نعمه كبيره جدا. ما صعبش عليك كل ده في وقت ما حصلت مشاكل في 2011 وناس كتير كانت هجمت حضرتك وكانوا شايفين ان حضرتك لازم تمشي وان حضرتك؟ شوف انا هقول لك على حاجه، انا يعني اتظلمت، مش هقول غير اني اتظلمت، لكن طبعا يعني انا وافقت على اللي حصل لي، والرضا والموافقه دي مساله مهمه جدا، وبدات من جديد والحمد لله. ربنا اتعامل مع الناس اللي ظلمتك، لان احنا شطار. انا فتحت صفحه جديده يعني، وقلت كده انا ببدا صفحه جديده، لان انا التعامل ايه؟ انا التعامل اذا كان حد من النقابه بيطلب مني اي حاجه بعملها، انا يعني ما كان حبيبا كان مش حبيبا انا ما بميزش، وانا بعمل الخدمه. يعني لما بتطلب منك اي حاجه انت مش بتدور ده صاحبك ولا مش صاحبك، ده حبيبك ولا مش حبيبك. لكن الدنيا اختلفت والالفاظ اختلفت والناس اختلفت، يعني مش هي دي النقابه اللي انا كنت فيها من سنوات، الدنيا اتغيرت خالص. للأسوأ ولا الأحسن؟ لا طبعا للأسوأ، الأسوأ جدا كمان.
ده كان سبب استقالتك الأخيرة؟ جزء كبير جدا منه سبب استقالتي الأخيرة، لأن الناس دلوقتي بتلخص العمل النقابي في سوق العمل إن أشرف زكي مش النقيب، أشرف زكي المسؤول عن إنه اشتغل أو ما اشتغلش. أنا معايا بيجي لي كل مسلسلات مصر قدامي وأنا بقول شغل مين وما تشغلش مين. إيه العبث اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ ده في ناس مؤمنة بالكلام ده، إيه العبث؟ ناس تبقى بتعلق شماعتها إن أنا ما بشتغلش عشان أشرف زكي، ده بيشني يا بيه من الأدوار، ده اتهامات معلبة جاهزة. هو في حد بيروح للاستاذ هاني شاكر بيقول له جيب لي فرح او جيب لي حفله؟ حد بيروح للاستاذ مسعد فوده بيقول له والنبي انا عندي مسلسل؟ حتى في النقابات الاخرى يعني انا مش فاهم ايه النقابه اللي بقت واحده كاتبه لسه من كام يوم انا مش شغاله في حاجه السنه دي نقابه، واحنا مال النقابه؟ طب ما تيجي تقول للناس ايه دور نقابه المهن التمثيليه في تنظيم العمل يعني الدور الرسمي؟ النقابه عمل خدمي ودورها حفظ حقوق الأعضاء وتوفير تكفل لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، إنما مش دوري إن أنا أشغلك. هم لخصوا النقابة ودي غلطتي. ليه؟ لأن أنا ما بيجيلي زميل شاب صغير مش شغال كويس مثلا ويطلب إن الواحد يكلم له حد بتاع اعتقدوا بقى إن أنا بتعملها بشكل شخصي يعني ودي مسألة مش أنا اللي كنقيب. أي حد في الدنيا أي فنان في الدنيا من حقه إنه لو حد راح له قال له النبي انا مترشح في حاجه في دور في حاجه في انما فجاه تحول الملف كله عليا كام. وبعدين يعني ناس من شعب اخرى بدات فجاه تبقى ممثلين ويتحدثون عن المعاناه. طب يا عم انت راجل خريج دراما ولا خريج ديكور؟ يقول لك امال اعمل ايه؟ الله تشتغل في مجالك، عايز تشتغل في مجال تاني تاخد تصريح. فموضوع التصريح ده يا دكتور في فوضى او في قله تنظيم في موضوع التصريح. انا هحكي لك الحكايه باختصار. انت زمان كنت شغال وفق اليات معينه، كنت بتشتغل مع قطاع الانتاج اتحاد الزاويه التلفزيون، بتشتغل مع صوت القاهره اتحاد الزاويه التلفزيون، بتشتغل مع مدينه الانتاج الاعلامي، هيئات حكوميه كلها، هيئات حكوميه كانت هي اللي مسيطره حتى على المنتج المشارك او المنتج المنفذ. لما بيحصل اي حاجه النهارده خرج الانتاج من عباءه الدوله، اصبح انت بتشتغل مع محطات بعضها لا يدار من عندك من هنا بيدار من بره. انا بعضها بشوف المسلسل على الهواء زيك. هو من المفروض ان المسلسل ده بيعرض على النقابه او بيعرض منه حاجه؟ احنا بيتعرض علينا لما بيعوزوا ياخدوا تصريح بانهم يصوروا خارجي او اذا كان في تصريح خلاص وبيتم الموافقه بناء على ايه؟ في بقى اللي هي ايه موافقه ان انتوا تديهم تصريح للتصريح، موافقه في لجنه بقى للتصريح حتى معايير معينه. انما انا رحت يا احمد قابلت كل أصحاب الشركات، كلمت كل المخرجين، كلمت كل النجوم، كلمت المنتج الفني والمنفذ وترجتهم إن إحنا نحترم بعض. إنما أنت في عبث، أنت هذا الملف في عبث. أنا لما جيت قلت في يوم من الأيام يا جماعة أنا مش عارف أتكلم مع مين ضحكوا عليا. النهاردة أنت بتلاقي قيادات، على ما تروح تاني يوم تلاقي قيادات تانية في المحطات الفضائية. صح الله. عندي ممثلين كتير ليهم فلوس عند المحطات والمحطات ليها فلوس مش عارف عند ايه. طب ايه دور النقابه يا دكتور في 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 تحصيل او 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 حفظ حقوق الفنانين اللي ليهم فلوس عند منتجين؟ شوف احنا او عند محطات. كويس جدا. احنا بنبذل اقصى جهد عشان نجيب الحقوق بشكل ودي. لما ما بنعرفش نجيب الحقوق بشكل ودي عندنا طرق اخرى، ممكن وقف التعامل مع الجهه، وقف التعامل مع المنتج، او التضامن مع العضو في ابلاغ النيابه او ابلاغ الجهات القضائيه. الفكره انا ما بحبش الجا للوسائل العنيفة، لأن إحنا مهنة عددها محدود وفئة محدودة، لكن أحياناً ببقى مضطر إن أنا أعمل كده. لكن ما هو المشكلة إن أنت عندك محطات، وده موضوع قدام كل الناس، في أكتر من 5-6 شركات لديها يعني عندها حقوق ومديونيات لدى المحطات تتجاوز ال 200 مليون. دي حقيقة. أنا رحت بنفس المحطات، ما هو المنتج يا عم قال والله ما خدت من المحطة. رحت المحطة قالوا احنا بنقر ونعترف بس اصل في تغيير، اصل هيحصل ايه، اصل مش عارف ايه. يعني احنا شغالين، احنا مش ممكن نتباطأ او ان احنا نتهاون في حقوق اعضائنا، بس احنا بنحاول. ليه؟ طب ايه وقفت انا المنتج؟ طب ما هو مش هيديك برضه السيركل هتقف نفسها. اصل هو تقريبا معظم المنتجين دول، معظمهم مش كلهم، واقفين صح ما بيعملوش حاجة، او بعضهم بيعمل العمل بالعافية. انما محطات ما ادتش منتجين، والمحطات ما خدتش من شركات اعلانات، ومش عارف محطات بتتباع، ومحطات مش عارف ايه. فانت في حسبه فيها خلل. لذلك انا بأناشد ان لابد من عوده قطاعات الدوله للانتاج. كمان قطاعات الدوله كانت بتوفر لي
ليه؟ أنا عندي في أين الأعمال التاريخية؟ ودي أنا عندي بعض الممثلين والكثير منهم يجيد العمل في الأعمال اللغة العربية والتاريخية الدينية والتاريخية بالظبط. أعمال الأطفال اللي كانت قدمها صوت القاهرة دي كلنا اشتغلنا فيها، فين هي؟ برضو كان عندي مجموعة من الممثلين والكوميديانات. هل لأن سوق الإعلان هو اللي بيتحكم يا دكتور؟ لأن الدولة الدولة ترى منظومة جديدة للإنتاج، ولكن أنا عندي أمل إن الدولة تعيد نظر في عودة اللي كمان أنت النهاردة حتى القيمة. أنت أهم المسلسلات اتعملت كانت من خلال قطاع الإنتاج، كانت خلال صوت القاهرة، كانت خلال مدينة الإنتاج الإعلامي. أنت النهاردة كمان في خطورة إنك ما أنتش متحكم في المحتوى، المحتوى مش في إيدك. أنت النهاردة أما بيجي مثلا أنت بتحارب إرهاب لازم توجه، يقول لك أنت بتتدخله في شغلنا، مش بتدخل في شغلك، دي سياسة، سياسة دولة، زي ما الدولة بتيجي تقول سياسة تعليم، سياسة صحة، سياسة طرق كباري، سياسة إسكان، أنا عندي لازم عندي سياسة إعلامية في القوى الناعمة اللي بيتكلموا عنها. النهاردة ما بقاش أنا عندي بلد بتحارب إرهاب وبتحارب فكر متطرف وإحنا بنعمل حاجات تعزف خارج الصندوق تحت شعار أصلي حرية وده إبداع، أنا ما قلتش لا، أنا ما بدخلش في شغلك، بس أنت بإيدك لازم تساعد البلد، أنت حدش واصي عليك. لكن أنت شفت مسلسلات السنة فاتت بعضها خدم قضايا كتير جدا في الـ في الـ في الـ في المجتمع. يا راجل ده انت تسلم الايادي، اغنيه يعني كانت تميمه الثوره، اغنيه. فاحنا كقوى ناعمه، كاعلام، كمسلسلات، كمسرح، يعني حتى المسرح دوره يعني باستثناء، يعني انا ما اقدرش انكر المسرح الدوله بيبذل مجهود، ما اقدرش انكر ان في فرق اللي هم الشباب الجداد بيبذلوا مجهود، ما اقدرش انكر ان اشرف عبد الباقي ورفاقه قدروا يحركوا المياه الراكده في المسرح، مع تجربه الاستاذ محمد صبحي العظيمه اللي انا شفتها. انما مش بلد فيها 100 وشويه مليون اللي يعني اسكندريه ما فيهاش مسرح، ودي اهم بلد بتحب الفن على فكره اسكندريه، يعني من المحافظات المحبه للفن جدا. لما روحنا صلينا في مسجد الروضه، انا مشيت في المنطقه هناك وقعدت افكر البلد دي شافت اخر فيلم امتى؟ جال اخر مسرحيه امتى؟ اخر مثقف جه التقى في ندوه امتى؟ طب وده دور مين؟ ده دورنا كلنا، ولكن في اجهزه في الدوله مسؤوله عن الكلام ده. وهل بيتم التنسيق معاها من خلال يعني النقابه يعني او من خلال يعني ما هو دي سياسه دوله، سياسه وزاره. احنا بنعمل في عهد الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه، بنت الاكاديميه وبنت وزاره الثقافه، وهي ناشطه جدا وست عظيمه جدا. بنامل وانا اثق في هم الدكتوره ايناس عبد الدايم بان ده هيبقى الفكر اللي جاي. انما انت النهارده ما تبقى في محافظات ما فيهاش سينمات وتكلمني على التطرف والارهاب. طب انا عايز اسالك على حاجه يا دكتور، انا لو مكانك وبعد اللي حصل بعد 2011 لما كنت بتفكر بمزج القوى الناعمه بقوى توجهات الدوله، وبعد الهجوم اللي تعرضت له، انا لو منك المره دي ماليش دعوه، خليني في تصاريحي ونقابتي وحاجات واسيب الحدوته. بص بص يا استاذ احمد، انا لن اكون الا نفسي. لما بيجي حد يقول لي انت عيبك كذا، اقول له انا عيبي مش عيبي، انا لن اكون الا نفسي. خدت بالك؟ انا عندي اتجاه وعندي دور وعندي رساله تجاه الدوله واتجاه الفن واتجاه المؤسسه، يعني انا المؤسسه اللي بنتمي اليها زي المعهد العالي للفنون المسرحيه، انا عندي رساله، ما انا اقدر اشتري دماغي. انا ده هذا لست انا، انا راجل عندي رساله وراجل عندي دور، انا مؤمن بدوري ومؤمن برسالتي حتى اخر لحظه. طب لما هاجمت او حضرتك حاولت تقنن تصاريح الاجانب الفنانين العرب او الفنانين العرب، حصل هجوم على حضرتك؟ حصل هجوم في الاعلام، وكانوا بيجوا لنا في الاوض المغلقه يقولوا لي كلام تاني. من نفس الاشخاص؟ من الكثير من الاشخاص. هم كانوا يعني الغد. يعني يظهرون امام الاعلام شيء، وكانوا في الحجرات المغلقه بيقولوا شيء تاني. والموضوع وصل في الاخر النهارده بيقولوا يا ريتنا كنا سمعنا كلامك. قلت لهم الملف ده انا قفلته، مش هتكلم فيه تاني. خاصه ان انت عندك النهارده بلاد منكوبه. طبعا. بلاد فيها حروب. ما فيهاش فن. انت اللي قايم بدورك. طبعا. انت اللي قايم بدورك، لكن انا ما قلتش الفنانين العرب ما يشتغلوش. انت كنت بتحاول تقنن؟ لكن قلت ان احنا نقنن زي ما بنقنن اي حاجه. اشمعنى احنا بنقنن؟ لكن هذا الملف انا قفلت الكلام فيه ومش هتكلم فيه تاني. وخاصة ان بعد ثورة 2011 يعني انا بعض الصحفيين وبعض الزملاء جم قالوا لي ان احنا كنا بنوجه ايضا للهجوم عليك يعني. اصلا؟ يعني
انا مش بخفي حاجه، لا انا جالي زملاء في مجلات وجرايد متخصصه قالوا لي احنا كان عندنا تعليمات من فنانين ولا من اشخاص ولا من جهات؟ مش من فنانين، من جهات. حملات معموله وممكن تبقى مدفوعه تجاه من اجل الدفاع عن مصالح ناس. حضرتك يا دكتور شايف مين عنده مصالح او انت بتتعارض مع مصالحه في فكره ان هو يحاول يعمل ضدك حمله ممنهجه او يحاول يهاجمك؟ لا، في قضيه الفريق العربي يعني اصحاب المصلحه يعني كانوا واضحين يعني او في ناس المطلق. يعني وفي ناس مختلفه معايا بفكر، انا مش ضدهم يعني. في ناس مختلفه معاك مجانا وفي ناس مختلفه معاك مش مجانا، بس انما في ناس ركبت الموجه. طب تعالى نروح للبيت شويه. يلا. بتلاقي وقت فين بقى عشان تشوف البيت وتشوف المدام وتشوف لا المدام؟ انا بعترف لك ان انا ظالمهم، انا ظالم البيت وظالم بناتي، لان انا طبعا بخرج من الصبح مفقود لغايه ما برجع مش قبل الساعه 2 3 4، فطبعا يعني انا ظالمهم وبعترف ان انا ظالمهم. طب انت حضرتك عندك بنتين؟ عندي بنتين، مايا دي مع السينما، ومريم صغيره لسه في تاني اعدادي او تالت اعدادي، طلع تالت اعدادي. يعني الاولى خدت اتجاهها في الوسط الفني، واعتقد الثانيه برضه. ما الاب والام والعمه. بص اللي هم عايزينه انا ما دخلتش. انا لما جت بنتي الكبيره اللي هي مايا قالت لي بابا انا عايز ادرس السينما، انا خدتها بالعربيه جيت عند معهد السينما قلت لها بصي شايفه المكان ده؟ قالت لي قلت لها هذا هو الصرح العظيم الرسمي اللي اتخرج منه اعظم مخرجين في مصر وفي العالم العربي، المعهد العالي للسينما. وسبتها ولا ساعدتها في ربنا يعلم، ربنا يعلم انا بذلت مجهود قد ايه. وعايز اقول لك ان الكلام ده كان عقد ثوره 2011، واللي حصل لي وانت عارف اللي حصل لي فانا ربنا يعلم انا بذلت مجهود قد ايه عشان اذاكرها واهيئها واخليها تنجح في الامتحان. لان قلت لها يا بنتي في ناس بتحبنا وفي ناس ما بتحبناش، تعالى نمشي صح ونذاكر ونربط الليل بالنهار. يعني انا فاكر ان اساتذه كتير يعني اتصلوا بيا وقالوا لي بنتك شاطره، والحمد لله هي من وهي في سنه اولى بتشتغل والحمد لله يعني اثبتت نفسها. كنتش بتتضايق لما كان دايما بيحصل اتهامات بالوساطه سواء للفنانه ماجده زكي سافرتك او الاتهامات دي؟ مادام الاتهامات دي معلبه جاهزه. اول انا اللي بشغل ماجده زكي فعلا، انا اللي بشغل انا فعلا بقى بطلة اولى. يعني بطلة يعني لسه كنت هقول لك بتعمل بطولات يعني البطلة الاولى طبعا والنبي خد خدها بطلة اولى. طب انا خدنا انا يعني يعني طب والاتهامات دي ما بتقلقش مدام روجينا وهي دلوقتي بقت نجمه وعندها جماهيريه وعندها ناس يقولوا لها ان بعد العمر ده كله يعني حد يقول لها ان انت بتشتغلي عشان اشرف زكي؟ بص يا باشا، هي ما دقت على الراس طول، واخد بالك؟ احنا الحاجات دي بنسمعها يعني احنا متجوزين بقى لنا اهو حاجه و20 سنه بنسمعها من حاجه و20 سنه، فهم هيقولوا واقول لك كلام الناس مش عارف ايه وبتاع، فاتهامات جاهزه. طب ولما سبت النقابه اكتر اقول لك على حاجه، روجينا ما اشتغلتش قد الفتره اللي سبت فيها النقابه، عملت سبق الاصرار، حكايه حياه، عملت اعظم حاجات وحاجات نقله في حياتها فتره ما انا بره النقابه. طب انت ما غيرتش؟ لا، وانا يعني عملت وانا عملت احسن مسلسلات انا عملتها في حياتي فتره ما سبت النقابه. يكفي كلام على ورق. كنت في النقابه ساعتها؟ لا، في النقابه. ويعني ده اكبر دور من حيث الكم انا عملته. امتى هترفض تخش النقابه او هتسيب النقابه؟ يعني امتى هتقرر؟ يعني كله باوانه، يعني ما مش عايزين نقول كلام ما نبقاش قده، كله باوانه. لكن انا مش هبطل الخدمه العامه. انت حابب؟ مش مرتبطه بوجودي في النقابه او مش في النقابه. لو انا كنت لما سبت النقابه بطلتها ما كانوش رجعوني تاني. لكن انا لما سبت النقابه كنت برضه يعني قايم بدوري على اكمل وجه. انت حضرتك ده معهد الموسيقى العربيه على فكره. حضرتك عميد المعهد العالي للفنون المسرحيه؟ لا، المعهد العالي للفنون المسرحيه. حضرتك عميد المعهد وبرسم على على معهد الفنون المسرحيه. عايز تفتحهم على بعض. انا اساسا كنت كورال. انت اصلا بس ممكن نعدي. طيب انت حضرتك مسؤول عن المعهد وعميد المعهد بقالك قد ايه؟
بقالي 3 سنين. عملت ايه في ال3 سنين؟ يعني في النقابه عارفين التعب والشغل والعمل العام. الحمد لله، احنا الحمد لله يعني بتوفيق من ربنا يعني عملنا حاجه كويسه جدا في المعهد. اولا خليني اشكر كل الناس، اشكر من اول رئيسه الاكاديميه الدكتوره احلام يونس لغايه اصغر واحد في المعهد. احنا الحمد لله انا رحت بمشروع للبنك الاهلي المصري، هذا الصرح العظيم، وطورت المسرح باحدث التطورات التكنولوجيه. عملنا قاعه جديده اسمها قاعه الاستاذ جلال الشرقاوي، دي كانت هديه من شركه اسحاق جروب. عملت استوديو صوت على اعلى مستوى، عملنا معمل كمبيوتر وده كان منحه من وزاره الاتصالات بمعالي وزير الاتصالات، الحقيقه لم يبخل علينا، مدنا بحاجات كتيره جدا جدا جدا. طورنا كل قاعات الدراما وكل قاعات التمثيل، عملنا مراسم جديده، عملنا مخازن جديده، عملنا مبنى جديد لشؤون الطلاب، عملنا المكتبه وهي رمز لاي مكان طبعا علمي، مكتبه من جديد خالص. تعالى ناخد الشاي الاول. اتفضل. شكرا. الشاي ده على حسابي. اتفضل. تعالى يا دكتور، هو كل الحاجات والمباني اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ما كانتش موجوده قبل 3 سنين؟ لا ما كانتش موجوده. احنا طورنا بشكل كويس قوي وعملنا دراسه كويسه جدا، وزمايلي الاساتذه في المعهد قاموا معايا بمجهود عظيم جدا. يعني في مجهود بذل رائع في المعهد الفتره اللي فاتت، ويعني حتى كانت معالي الوزيره جت وشافت. الى جانب طبعا انا مش عايز اتكلم على العمليه التعليميه لان احنا بنضم يعني اكبر اساتذه في المجالات المختلفه، لكن انا كنت كمان مهتم بالانشطه والمهرجانات، ويمكن انت جيت وصورت لنا العديد من المهرجانات وجبنا لجان تحكيم على اعلى مستوى والطلبه المتميزين اشتغلوا. يمكن مثلا الاب الروحي في مجموعه من عندنا، رحيم بتاع ياسر جلال، كذا مسلسل خدوا من عندنا مجموعه من الطلاب المتميزين في الاعمال الدراميه، لان جبنا لجان تحكيم منتجين ومخرجين. طيب نصيحه للي عايز يمثل، يعني ناس كتير بتتفرج على حضرتك دلوقتي وعارفين حضرتك من خلال الممثلين وعميد المعهد العالي للفنون المسرحيه، يعني بتقوم بدورين او عندك رتبتين عميد ونقيب، فدي من اهم المناطق او اهم منطقتين تقريبا في التمثيل. اللي عايز يمثل يعمل ايه؟ شوف، نصيحه يحذروا دكاكين بيع الهوى، لان ما اكثر الدكاكين اللي دلوقتي تقول لك احنا مكتب مش عارف بنعمل ايه واحنا بنشغل واحنا كاستنج واحنا بندرب واحنا دي دول بيبيعوا لهم الهوى، وللاسف فيهم بعض الاسماء المعروفه، انما يعني دول ضمائرهم غائبه. طبعا انا مش بقول كل الناس لكن الكثير. اللي عايز يمثل يتقدم للمعهد العالي للفنون المسرحيه. في عندنا معهد في المسرحيه، في عندنا كليات اداب فيها اقسام مسرح مختلفه. طيب ما قدرش يخش المعهد، اتفضل يجي النقابه يفتح ملف ياخد تصريح، بنعمل له اختبار صغير، هنعمل تاهيل بحيث ندي فرصه لغير خريجين المعهد برضه العمل، وده موجود، ده موجود. وده هل حضرتك مع الكورسز او الناس اللي بتدي كورسات تمثيل؟ يعني اللي هو دلوقتي حضرتك تمام ما لحقتش اخش المعهد، بعيدا عن الناحيه القانونيه ان اجي افتح ملف او اخد تصريح، انا عايز اتدرب. ما انا قلت لك خلي بالك، انا حذرت من دكاكين بيع الهواء والوهم، لان مش كل الناس، يعني انا لو افترضنا ان في 10 بيعلنوا او 20 بيعلنوا، 3 ارباعهم يعني بينصبوا. طب ليه ما يبقاش في حاجه في المعهد او في النقابه؟ هنعمل ده في النقابه ان شاء الله. يعني هنعمل دورات معتمده، هنعمل دورات معتمده في النقابه، بحيث اللي عايز ياخد تصريح من النقابه، اللي عايز يبدا التمثيل يتقدم لدوره متخصصه وتبقى النقابه معترفه بيها. ده هيحصل ان شاء الله. طيب كلمني بقى عن ذكريات دكتور اشرف زكي في المعهد وفي المسرح. في حكايه كده كنت سمعتها زمان منك عن اول ايام ما كنت بتخش المسرح زمان وكنت بتطلب شاي، كنت لازم تدفع حسابه الاول. ده كان في مسرح السلام. بص يا سيدي، انا مسرح السلام رحت اشتغل اعمل دور صغير كده مع استاذنا الله يرحمه عبد الرحيم الزرقاني، فالراجل اللي جاب لي الشاي بقول له عايز شاي لو سمحت، قال لي الحساب الاول. وبتاع يعني اتعامل معانا بقى ادوار اقل من الثانويه شويه وبتاع. المهم مرت الايام وعدت مديرا
لهذا المسرح. الراجل ما زال موجود موجود ما مشيتوش كان ساعتها موجود. لا بالعكس دلوقتي بقيت تشرب شاي براحتك بقى براحتك ما بيتحاسبش. طب ايه الذكريات التانية اللي ممكن تفتكرها في وقت ما كنت طالب؟ يعني ايه الحاجة اللي أثرت في شخصيتك؟ بص احنا كنا عايشين في المعهد بالطول بالعرض. كان المعهد حياتنا وما زال حياتنا. ما كناش بنسيب المعهد. وبعدين كنا بنتباهى ان احنا طلبة معهد فنون مسرحية. كان شيء وسام على صدرنا. زي ما قلت لك سلم المعهد ده اللي عليه الأحلام وعليه الذكريات. هنا يعني ببقى شايف الطالب اللي لسه جاي يا عيني وحلم حياته بالجملة ثم أراه يكبر أمامي ويبقى نجم كبير. والعديد من الشباب اللي بقوا نجوم كبار كنا هنا وبنقعد هنا وبنحلم هنا وبيحبطوا هنا وبييأسوا هنا ويتفائلوا هنا ويحلموا هنا. فدي ذكرياتنا. طب ايه رايك في حال الوسط الفني بشكل عام كممثل قديم او كراجل اكاديمي يعني بسبتك عميد للمعهد العادي؟ سيبك بعيد عن شوف احنا احسن احنا افضل يعني في مستوى الممثلين. طبعا كل فتره وليها يعني مقياسها او ليها. لكن يعني طبعا انا مش هتكلم على جيل العظماء وجيل الرواد والاساتذه. لكن انا بقول ان الفن في تفاؤل، الخط الفني في تصاعد، اعمال الدراميه بنشوف تكنيك عالي جدا، بنشوف ممثلين بيظهروا بالذات في اجيال الشباب كويسين جدا جدا وشطار جدا جدا يعني. طب ورايك عموما في 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 في, في المنظومه إيه محتاجه ايه المنظومه عشان المنظومه تتزبط. محتاجه عوده الدوله تضع يدها مره اخرى على قطاعات الانتاج، لان ده خطر شديد جدا، خطر على كل المستويات حتى على المستوى السياسي. فكره ان الدوله لازم تتدخل طبعاً. وهل ده ما يزعلش منك ناس كتير منتجين؟ ما هو هيزعل اصحاب المصالح. وانا مش بقول ان تتدخل في المحتوى او الفكر، لكن انا بتكلم على ان انا دلوقتي بشتغل مع جهات انا حتى مش عارف مين. يعني في قنوات محترمه وعارفينها وليها مصداقيه، لكن النهارده انا فجاه بيظهر لي اي حد كده. واديك شايف مشاكل كتير في النقابه بسبب منتجين فجاه بقوا منتجين هم تجار وهم مش عارف منين. طب هل ده لازم يبقى يتقنن من غرفه صناعه السينما؟ لازم يتقنن من الغرفه. ولازم يعني الدوله لما تعود مره اخرى، ولازم قطاع الانتاج يلعب دوره ثاني، ولازم صوت الخيره ترجع. الاماكن دي يا جماعه هي اللي طلعت اعظم مسلسلات. انما احنا بنرضي اذواق يعني اذواق غريبه شويه. تعبت قد ايه في حياتك انت وروجينا بقى؟ لا تعبنا من الصفر. احنا 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 بدانا من الصفر. احنا كنا واخدين شقه مفروشه هنا ب 300 جنيه عشان ندمر ال 300 جنيه كنا يعني بنتعذب كتير يعني. كافحنا وتعبنا وبذلنا مجهود كبير جدا جدا. مفيش حد وصل بالسهل. مع اوعى تفتكر ان واحد يقول لك مثلا محمد رمضان سنوات وسنوات بيشقى. كل الناس تعبت. مفيش حد. المهنه دي فيها شقاء وفيها معاناه. مفيش حد. وفيها احباطات وفيها صعود وفيها هبوط وتبتسم لك شويه وتنزل شويه. فانا بقول للشباب قدرتك على الاستحمال هي الامل او هي مفتاح النجاح في اللي جاي ان شاء الله. طيب مين طبطب على اشرف زكي وساعده في وقت ما كان صغير؟ لا كتير يعني. اولهم تحديدا المخرج الراحل العظيم اسماعيل عبد الحافظ والسيده يعني حرمه. دول يعني عملوا معانا انا وروجينا اللي ما اتعملش انسانيا تحديدا. طب انت في رمضان عندك ايه السنه دي الاول مسلسلات؟ بص انا مشارك بدور يعني مش كبير، دور ضيف شرف كده في كلبش اتنين مع النجم الصديق الغالي امير كراره والمخرج المتميز بيتر ميمي. عندي برضو مشارك مع صديقي وابني وحبيبي احمد شفيق في مسلسل اسمه قانون عمر. و يعني دي الاعمال اللي هي في رمضان. يعني ضيف شرف في مسلسل يعني ويقول لك النقيب وبيشغل صور فين الشغل الكبير؟ طب سؤال يا دكتور كده في الاستوى، ولا خليني الاول اسالك، روجينا السنه دي كمان هنشوفها فين؟ روجينا عندها مسلسل كلبش 2 وعندها مسلسل مع النجمه غاده عبد الرازق اسمه ضد مجهول. تاليف الصديق العزيز ايمن سلامه والراجل المخرج المحترم اللي بحبه طارق رفعت. وان شاء الله يعني هم دول المسلسلين يعني ان شاء الله تراهن عليهم يعني. سؤال بقى ليك فلوس انت او روجينا عند شركات برضه متاخره؟ طبعا. وبتتاخر عادي؟ عادي. احنا يعني ما عايزين نفرق بين النقيب وبين الممثل يعني. يعني هو كله بيجي. انا لسه حاضر مشكله دلوقتي مش هنقول المشاكل اللي انت يعني بس لسه حاضر مشكله دلوقتي في فكره الفلوس عند منتج. يعني اللي بيسرع الناس بيسرع عليهم.
بس مفيش حد نصاب ولا حرام يعني. يعني الناس عادي بيأخروا عليكم برضه. الناس متعسره او متاخره لكن هيخلص. لكن مفيش. انا كنت مبسوط جدا جدا باللقاء وكنتش عايزه يخلص بصراحه، برغم ان انا شايف ناس كتير بتشاور وحاجات، وتقريبا في عندكم حاجه النهارده في المعهد. عندنا امتحانات بقى وبتاع. انتوا اليومين دول في امتحانات؟ امتحانات تخرج. مبسوط بلقائي معاك يا دكتور. انا بشكرك ووقتك. وانا بشكرك ان انت اتحت لي الفرصه ان احنا نتكلم بصراحه وكاجوال كده ومش شايف ايدينا. ميرسي جدا يا دكتور. اتفضل. اتفضل مع حضرتك.